أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة. وفيها يمن مونيتور: أكبر الجزر اليمنية نصف أبنائها مغتربون والنصف الآخر في الانتظار. صحيفة الحياة اللندنية تنقل تأكيدات حكومية: لن يكون هناك موظف في اليمن من دون راتب. العربي الجديد: الحل السياسي للأزمة اليمنية قد يجد طريقه للحل حين يغادر أوباما البيت الأبيض. ومن صحيفة القدس العربي: مواطن يذهب لتجديد بطاقته فيكتشف أنه مات قبل عام. ومن موقع بوست نقرأ لكم واحدا من العناوين الخاصة بحماية الصحفيين، حيث عنوان: إطلاق حملة تضامنية مع الزميل القاعدي بمرور 500 يوم على اختطافه. وقال الموقع إن عددا من الإعلاميين والنشطاء والحقوقيين أطلقوا حملة تضامنية مع الصحفي المختطف لدى ميليشيات الحوثي صلاح القاعدي، الذي مضى على اختطافه 500 يوم تعرض خلالها لشتى أصناف التعذيب الجسدي والنفسي، ومنع أقاربه من زيارته، وأخفي قسريا قرابة 8 أشهر. ودعا منظمو الحملة جميع الزملاء الصحفيين والناشطين الحقوقيين للتفاعل مع الحملة في كافة الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الحالة الصحية للزميل صلاح متدهورة جراء سوء التغذية والتعذيب المستمر من قبل الميليشيات في المعتقل. ويتابع الموقع بوست: الحملة تحمل هاشتاج 500 يوم سجن، وتهدف إلى الضغط لإطلاق سراح الصحفي المختطف صلاح القاعدي وكافة زملائه الصحفيين. على من يعتمد أبناء جزيرة معزولة في تصريف أمور حياتهم؟ وفقا لموقع يمن مونيتور، فإن سكان جزيرة يمنية يعتمدون على 16,000 مغترب في الخليج. ووفقا للموقع، فآلاف الأسر في محافظة جزيرة سقطرى اليمنية تعتمد على 16,000 مغترب في دول الخليج يقومون بإعالتهم بعد عزلة حقيقية تعيشها الجزيرة في ظل صعوبة الوصول إليها بسبب ارتفاع تذاكر الطيران وانقطاع الدعم عنها. يمن وفي تصريح قال أهل الجزيرة: المغتربون من أبناء الجزيرة هم من يعيلون آلاف الأسر التي ليس لها أي دخل مالي، لا من الجانب الحكومي ولا من جانب التجارة والصيد، حيث توقف في هذا الموسم. مضيفا: أبناء سقطرى المغتربون من دول الخليج والذين يشكلون ما يقارب 60% من سكان سقطرى جلهم في دولة الإمارات، ويعيلون آلاف الأسر القاطنين في الجزيرة عبر إرسال مبالغ مالية لمساعدتهم. تبقى الاستجابة أقل. تحت هذا العنوان كتب محمد صالح الجرادي مقاله المنشور في المصدر أونلاين، وقال في أجزاء منه: الذين تسربوا إلى دنيا الموت هم بقدر أوجاع الفتك بحيواتهم يظهرون أكثر تخففا من حياة مشروطة بموت بطيء على ظهر هذه البسيطة. ومع أن كل التقديرات والأرقام التي يمكن ملاحظتها على أجندة النشاط الإنساني للمنظمات والهيئات لا تكاد تمثل الحجم الواقعي للمحنة الإنسانية في اليمن، لكنها مؤشرات تضعنا على مساحة الاتزاع والتزايد في أشكال ومظاهر التدهور، حد حياة مهددة لبقاء الإنسان واستمرارية وجوده. وهنا ملائمة السؤال عما إذا كانت كل جهود الاستجابة الإنسانية في شقيها المحلي والإقليمي والعالمي قادرة على احتواء الكارثة الإنسانية الناتجة عن جولات حروب دخلت زمنيا عامها الثالث، وفيما لا أفق يلوح بنهاية مرتقبة لكل هذا. يبقى هذا السؤال بالتأكيد أكبر من كل ما توفر إلى الآن من أشكال استجابة وصلت إلى اليمنيين في هيئة معونات ومساعدات إغاثية غذائية، ذلك أن المتحقق من نسبة انعدام الأمن الغذائي في حياة اليمنيين أخذت بالتزايد والارتفاع بفعل الحرب، وبالتالي
مضاعفة قاسية تبدو خارج تقديرات الجهد الإغاثي الإنساني محليا وإقليميا ودوليا. على أننا لا نغمض الأدوار المتحصلة حتى اللحظة، لكنها لا تتوازى في اتجاه آخر مع شواهد الاهتمام سياسيا بملف الأزمة في اليمن. قالت صحيفة صادرة في تعز إن العمليات العسكرية التي أطلقها الجيش الوطني غرب المحافظة مستمرة لليوم الرابع على التوالي وسط انتصارات متلاحقة تحققها قواته المسنودة بالمقاومة الشعبية ومقاتلات التحالف العربي. وقالت صحيفة تعز المقاومة إن قيادات رفيعة في الجيش هي من تدير المعارك في مناطق مقبنة والوازعية وذباب وتنفذ عملية عسكرية واسعة لدحر الميليشيات الانقلابية من المناطق الغربية للمحافظة. وتضيف الصحيفة إن قوات تابعة للجيش الوطني تتمركز في منطقة الكدحة قرب الوازعية بالتزامن مع شن وحدات أخرى هجوما على مواقع الانقلابيين في قرون الشامي وغراب جبل جرداد غرب تعز. كثفت ميليشيا الحوثي وصالح قصفها المدفعي على منازل المواطنين في قرى مديريات الصلو ومقبنة وحيفان بمحافظة تعز وسط اليمن. وقال مصدر ميداني لموقع المصدر أونلاين إن ميليشيات الحوثي وصالح عاودت قصف منازل المواطنين ومواقع الجيش الوطني في قرية الصيار من أماكن تمركزها في منطقة الشرف شرق الصلو، كما قصفت قرى النبيع والمضابي في عزلة حمير غرب مديرية مقبنة من أماكن تمركزها في الأخلود والبرح. كما جددت ميليشيات الانقلاب المتمركزة في الأحكوم قصفها المدفعي على مواقع الجيش الوطني بأطراف المديرية، فيما ردت مدفعية الجيش الوطني في نقيل هيجة العبد على مصادر النيران. الضربات التي تعرض لها الانقلابيون والظلاميون في اليمن تؤشر على إصرار الشرعية اليمنية والتحالف العربي على وأد هذا الإرهاب المتمثل بأولئك الذين يختطفون الحياة في اليمن ويروعون الأبرياء منذ سنوات. هكذا تبدأ صحيفة البيان الإماراتية مقالها الافتتاحي اليوم متحدثة عن ضرورة تحرير اليمن من الميليشيا. معركة تطهير اليمن معركة مصير لإنقاذ اليمن والمنطقة من الجماعات الإرهابية التي تهدف إلى الاستيلاء على السلطة وصولا إلى السيطرة على باب المندب، بما يعنيه ذلك من خنق العالم العربي كرمى لعواصم إقليمية تريد التمدد في هذه المنطقة والتحكم بكل أشكال الحياة فيها، بما في ذلك التجارة والنفط وتدفق الغذاء والدواء. هذه معركة إنسانية لأن فيها تحرير الإنسان من هذه القيود التي يفرضها الانقلابيون والتي أدت إلى شيوع الأمراض وتوقف التعليم وتراجع كل مستويات الحياة. ولأجل الإنسان اليمني أولا تخوض الشرعية اليمنية وبدعم من التحالف العربي هذه المعركة بعد أن تم بذل كل الجهود من أجل الوصول إلى تسويات سياسية. سعت هذه القوى لإفشالها وتخريبها لأن الغاية هي الاستيلاء على السلطة أيا كانت خسائر الشعب اليمني. لقد آن الأوان أن يقف العالم مع هذه المنطقة أمام مثلث الخراب في اليمن. جماعات التطرف الديني ممثلة بالقاعدة وغيرها وجماعة الحوثي الإرهابية ثم جماعة الرئيس المخلوع، وهم يشكلون مثلثا ضاغطا على خاصرة المنطقة والعالم، بما يوجب توحيد الجهود لاستئصال هذه الأورام من الجسد اليمني. زادت شرارة الغضب لدى الجامعات في صنعاء التهابا، ووفقا لموقع مندب بريس والذي أضاف أنها في طريقها للتحول إلى لهب ضد الانقلابيين مع إضراب الأساتذة، في حين أن جميع عيون اليمنيين تترقب ميلاد ثورة أكاديمية تتلوها ثورة طلابية في صنعاء ويعقد عليها الشعب اليمني آماله وتطلعاته نحو الخلاص من تلك الميليشيات. وقال الموقع إن جامعة صنعاء قد ذاقت طعم الحرية حين تصدرت شعلة ثورة فبراير المجيدة وفتحت ذراعيها لتلك الثورة العظيمة واحتضنتها في ساحتها وما عرف بساحة التغيير. يتابع الموقع: من غير الطبيعي أن يستمر الوضع على ما هو عليه من مصادرة الجامعات وكذلك تجاهل كل معاناة الأكاديميين لأكثر من انقطاع رواتبهم، ناهيك عن اختطاف حريتهم ومصادرتها
قبل كل ذلك. ومن تعز عنوان موقع المشاهد نت في صفحته الرئيسية: مقتل 5 مدنيين بانفجار لغم أرضي في الربيعي. وقالت مصادر طبية إن 5 من المدنيين لقوا حتفهم، وأصيب آخرون في اللغم الذي انفجر بشاحنة كانت تقلهم إلى جانب حمولتها من البضائع. ويضيف الموقع: يعمد الحوثيون وقوات صالح إلى زراعة الألغام بكثافة في الأماكن التي تقع تحت سيطرتهم بغرض إعاقة تقدم القوات الحكومية الموالية للحكومة الشرعية. يتابع الموقع: مئات المدنيين يواجهون الموت يوميا في تعز، سواء بسبب القذائف التي يطلقها الحوثيون على الأحياء السكنية إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، أو بسبب الألغام التي تزرعها في المناطق التي تضطر للتخلي عنها بسبب ضغط المواجهات. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية، نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. نرحب بكم مجددا مشاهدينا. عسكريا، وصفت صحيفة الشرق الأوسط معارك السواحل الغربية لليمن بأنها تغير المعادلة وتقلق الانقلابيين. وقال مراقبون إن العمليات العسكرية الحالية في المناطق المتاخمة لمضيق باب المندب والتقدم الكبير الذي حققه الجيش اليمني مؤشر على اقتراب مرحلة الحسم العسكري للمعارك، خاصة في تعز بما في ذلك مدينة وميناء المخا التاريخية، والاقتراب من سواحل الحديدة بدءا بمدينة الخوخة. وكانت العملية المباغتة لقوات الجيش بدعم كبير من قبل قوات التحالف قد شكلت ضربة قوية للميليشيات، ميليشيات الحوثي وصالح المتمركزة في تلك المناطق، وهي ذات المناطق التي استهدفت منها الميليشيات سفينة شحن إماراتية وعددا من البوارج الحربية الأمريكية قبل نحو 2 شهر أو أكثر. ويؤكد مراقبون أن عملية الرمح الذهبي سوف تركز على المناطق الساحلية الاستراتيجية كمرحلة أولى على طريق تهيئة طرق للإمدادات للجيش الوطني في محافظة تعز لإنهاء وجود الميليشيات، خاصة في المناطق الريفية جنوب المدينة. وفي ذات الموضوع قالت صحيفة العربي الجديد: التصعيد العسكري يملأ فراغ الجهود السياسية. وقالت الصحيفة: موجهة التصعيد الميداني والعمليات موجة التصعيد الميداني والعمليات العسكرية تصدرت واجهة التطورات في اليمن مجددا في ظل حالة من الجمود والضبابية تخيم على المسار السياسي، في ظل تراجع وتيرة الجهود الدولية على ضوء انشغال الولايات المتحدة بترتيبات مغادرة إدارة الرئيس باراك أوباما للبيت الأبيض. وتقول العربي الجديد إن فرص الآمال بالتواصل إلى حل للأزمة تقل يوما عن يوم وفقا للمقترحات التي طرحها وزير الخارجية الأمريكي منذ أغسطس، وتعرضت للتعديل والإضافة أكثر من مرة في إطار اللجنة الرباعية المؤلفة من وزراء خارجية أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات. ويرى مراقبون أن إنعاش الحل السياسي مجددا قد ينتظر إدارة ترامب الذي يتسلم مهامه في 20 يناير، وبات المشهد السياسي اليمني مقسما بين حكومتين شرعية في عدن وانقلابية في صنعاء. تتابع الصحيفة: يستمر كل طرف في اتخاذ خطوات أحادية لا يبدو معها أن البلاد ستتجه إلى طاولة مشتركة على ذات المنطلقات والأفكار المطروحة للسلام منذ بدء مسار المشاورات الذي ترعاه الأمم المتحدة. قال رئيس الوزراء أحمد عبيد بن ضغر إن حكومته بصدد إعلان موازنة الدولة لعام 2017 قريباً. وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة الحياة اللندنية: سنصرف رواتب جميع الموظفين المدنيين والعسكريين في عموم المحافظات. وأكد بن ضغر خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء في عدن أنه لن يكون هناك موظف في اليمن من دون راتب، موجها وزارة المالية بإرسال الأموال إلى كل المؤسسات الحكومية في كل المحافظات ابتداء من اليوم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ
ذلك، ودعا الميليشيات الانقلابية إلى رفع يدها عن موارد الدولة والسماح بأن تورد إلى المصرف المركزي وفروعه في صنعاء والكف عن التدخل بشؤونه. مؤخرا تمكنت حكومة الشرعية من طباعة نقود جديدة من العملة المحلية بقيمة 200 مليار ريال يمني. على إثرها أعلن رئيس الحكومة أحمد عبيد بن ضغر عن انتهاء أزمة السيولة النقدية في السوق المحلية. هكذا بدا مساعد القطيبي مقاله المنشور في عدن تايم. الواقع الذي يجب أن ندركه أن المبلغ الذي تم طباعته وقيمته 200 مليار ريال لا يشكل إلا ما نسبته 13% من إجمالي قيمة العجز الكلي الذي تعاني منه الموازنة العامة للدولة، ولذلك فإن مشكلة العجز لن تحل في الواقع بمبلغ كهذا، لكن في المقابل يمكن القول أن هذا قد يساهم بشكل كبير في حل مشكلة السيولة اللازمة لتوفير المرتبات الخاصة بموظفي الدولة. وهكذا فمن المتوقع أن تظل أزمة السيولة النقدية قائمة، ولكن بشكل أخف مما كانت عليه من قبل، وبغض النظر عن مدى قدرة ذلك المبلغ في تغطية العجز النقدي الحالي، فهناك جانب آخر يجب ألا تغفل عنه الحكومة الشرعية والبنك المركزي على وجه الخصوص، وهذا الجانب يتعلق بالآثار السلبية المتوقعة نتيجة إصدار كميات جديدة من النقد المحلي. فمما هو معروف أن إصدار كميات جديدة من النقود وبدون أي غطاء نقدي من العملات الأجنبية سيقود بلا محالة إلى تضخم في أسعار السلع والخدمات وتدهور سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية. وما يبدو عليه الواقع حتى الآن أن عملية الإصدار النقدي التي قامت بها حكومة الشرعية لم تعتمد على أي غطاء نقدي لها من العملات الأجنبية، لذلك فمن المتوقع أن يسهم حل أزمة السيولة عن طريق الإصدار النقدي إلى خلق أزمات اقتصادية لا تقل حدتها عن أزمة السيولة الحالية. قال العقيد عبد محمد مارش أحد قيادات الجيش الوطني في جبهة كتاف بصعدة لصحيفة الخليج إن قوات الشرعية تواصل تقدمها في اتجاه مركز مديرية كتاف عبر محورين بمنطقة البقع وباتجاه مركز مديرية باقم بعد السيطرة على المواقع والمناطق المحيطة بها. وكشف العقيد مارش عن انضمام مجاميع قبلية من قبائل صعدة للمقاومة الشعبية الداعمة لمعركة تحرير صعدة، منوها بأن قوات الشرعية تمكنت من تحقيق تقدم نوعي في مسار الخطة العسكرية الهادفة للوصول إلى مركز محافظة صعدة. ولفت إلى أن الأيام القليلة القادمة ستشهد انتصارات نوعية ومؤثرة في ظل انهيار معنويات ميليشيا الحوثيين. كما تنقل صحيفة تأكيدات محافظ صعدة هادي طرشان أن الفترة المقبلة القليلة القادمة ستشهد انتصارات لقوات الشرعية في جبهة صعدة. وقال المحافظ طرشان إن الأيام القادمة ستشهد مفاجآت في مسار معركة تحرير صعدة. ومن بين الأخبار الأكثر تداولا أيضا في صحافة اليوم، صحيفة صينية تحذر ترامب من التخلي عن سياسة صين واحدة، حيث وجهت صحيفة جلوبال تايمز الحكومية الصينية تحذيرا إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم أمس الأحد، وذلك بعد ساعات فقط من عبور رئيسة تايوان قائلة إن الصين ستسعى إلى الثأر إذا تراجع ترامب عن سياسة صين واحدة. وكانت بكين قد طلبت من واشنطن عدم السماح لرئيسة تايوان تساي بدخول الولايات المتحدة وعدم عقد اجتماعات حكومية رسمية بموجب سياسة صين واحدة. وقال المقال الافتتاحي في جلوبال تايمز إن الالتزام بمبدأ صين واحدة ليس طلبا غريبا من الصين للرؤساء الأمريكيين، ولكنه التزام من جانب الرؤساء الأمريكيين بالحفاظ على العلاقات بين الصين والولايات المتحدة واحترام النظام القائم المتعلق بآسيا والمحيط الهادي. وإلى صحيفة القدس العربي نقرأ من بين الأخبار أيضا، مصري ذهب ليجدد هويته فاكتشف وفاته منذ سنة. وقالت صحيفة القدس العربي هذه حقيقة وليست نكتة، فحين ذهب مواطن مصري ليجدد بطاقته الشخصية رفض المسؤولون تجديدها وأخبروه بأنه توفي منذ عام،
وفي التفاصيل إن المواطن مصطفى عبد اللطيف علي عبد الرحمن من قرية إسمنت التابعة لمحافظة الميناء جنوب البلاد ذهب لمصلحة الأحوال المدنية لتجديد بطاقته التي انتهت صلاحيتها لمرور 7 سنوات عليها، ففوجئ بموظفي المصلحة يخبرونه أنه توفي منذ عام. وبعد فحص البيانات اتضح أن هناك خطأ فيها، فقد دون على شهادة الوفاة أنه أرمل رغم أنه متزوج ولديه 5 أولاد، وأن الوفاة حدثت في الإسماعيلية التي لم يزرها مطلقا. وتردد المواطن إلى الجهات الحكومية المسؤولة لإثبات أنه حي، فطلبوا منه إحضار كل ما يثبت أنه مصطفى عبد اللطيف، ونجح بالفعل بتقديم كل الأوراق المطلوبة. وحررت مباحث الأحوال المدنية بالميناء محضرا بالواقعة وأرسلته للإسماعيلية، وجاء الرد سريعا: يبقى القيد كما هو وعلى المتضرر اللجوء للقضاء. غسان شربل كتب عن أزمات العرب وعن النكبات المتسارعة التي يمرون بها. يعيش العرب منذ سنوات وسط انقلابات متلاحقة لا يستطيعون غض الطرف عنها، إنها تدور على أرضهم أو حولها وتمس أمن دولهم واستقرارها. ولا مبالغة في القول إن الشرق الأوسط القديم قد ذهب إلى غير رجعة، وإن النظام الإقليمي السابق انهار ولم يعد قابلا للترميم. وواضح أن المرحلة الحالية المكلفة هي مرحلة انتقالية، لكن من المبكر التكهن بالملامح التي سيكتسبها النظام الإقليمي الجديد، لأن بعضها يتوقف على نتيجة ما تعيشه المنطقة من مواجهات وتجاذبات. شكلت الحرب السورية المفتوحة فرصة لكشف مشاريع انقلابية وتسهيل انطلاق أخرى وتوفير الشروط لتغييرات كبرى في الخيارات والسياسات. كشفت الحرب السورية حجم البرنامج الانقلابي لإيران، برنامج يرمي إلى تحويل إيران دولة كبرى محلية في إقليم يبقى العالم معنياً بتوازناته وثرواته، على الرغم من تزايد الكلام عن تراجع أهميته. تمسك إيران بالبرامج الانقلابية تجلى بوضوح من خلال رفضها أي تغيير في الحلقة السورية من هذا البرنامج. ففي بداية المواجهات المسلحة في سوريا، أبلغ المرشد الإيراني علي خامنئي زائراً عربياً موقفاً قاطعاً مفاده: تكون سوريا كما كانت أو لن تكون لأحد. حاولت إيران أيضاً دفع برنامجها إلى مرحلة أوسع وأشمل، سعت إلى إضافة الحلقة اليمنية إلى ما تعتبره فتوحاتها في المنطقة، خصوصاً بعدما تعذر عليها إحداث ثغرة عبر البحرين في برنامجها لتطويق السعودية. وفي إطار ردع محاولة التطويق هذه، يمكن فهم الرد السعودي على الحلقة الحوثية من برنامج التطويق الإيراني. القطع الأثرية من العهد الإسلامي القديم ما زالت تتصدر اهتمامات المتاحف وتغطي الكثير من مناحي حياة المسلمين في العهود القديمة. العربي الجديد نشرت مجموعة من الصور التي توثق تسلسل العصور الإسلامية. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نتابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.